هاي أنا إلي وأنا حداد. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تيردو بريم ووركشوب. اليوم حلقتنا رح يكون عنوانها الزخرفة. هلأ اللي معي هلأ بالوقت الحالي هي هالشقفة المقص كمان 51-60 قص أمرتي السور. اللي رح نعمله هو سكين ياباني اسمه سانتوكو، بيشبه شوي السطور ولكن منه سطور، هو معمول بس للخضرة، بيجي كتير رقيق، بيجي له طعجة على طوله، هيدي شوي سائلة بالشغل، ولكن الشغل الدقيق رح يكون بالمسكة لأنه المسكة رح تكون مزخرفة. وهلأ منشوف كيف. أول شي خلينا نخلص السكين نجهزه وبعدين ننقع على الشغل الأساسي تبع زخرفة المسكة. طيب اللي عندي إياه هلأ هون، أول شي الفرن عم بيحكم، اللي عندي إياه هون هذا الشي سبيكة دمشق عم تتجهز لتلحم مع بعضها، عم نحكي ب 60 طبقة، هيدولة رح يكونوا المسكة يمين و كانت وقعت يمين وشمال. ما رح نعملها مثل مسكات الخشب، رح نعملها مثل تقريبا سكاكين الصيد او اذا بدكن انه بلاك يمين وشمال. مهم رح نفوتها على الفرن، ندقها ونمدها تنقدر نعمل اليمين والشمال. فإلى الفرن. طيب وقف محل في ضوء هكذا. مهم هاي البلاطة صارت جاهزة، بعدها كتير حامية لأنه بعدها طالعة من الفرن. اللي رح أعمله رح أرجع زتها لجوا وأتركها تبرد بقلب الفرن تنقدر نطري المعدل قد ما فينا لأنه بده يصير فيه شغل كتير. هلأ كل الموضوع قطشت قصة السكين لأنه السكين ما فيه شي زيادة، بس فيه كم شغلة زيادة بس بنحكي فيها بعدين. هيدا الشي بس كان بدنا ناخد هيدا الشكل تنقدر نشتغل فيه، ورح زته بالفرن وهيدي بسينة، رح زته بالفرن تيبرد على مهله على الحرارة العالية تنقدر نرجع نشتغل فيه بكرة. اللي رح نعمله رح نقصها ننظفها ونجرب نجلسها ونمسدها قد ما فينا تا نقدر نبلش شغل فيها. فيلا لأنه المسكة معدن عم تخبص معي شوية كرمال الوزن، فبلشنا بقطعة مستطيلة، هلأ صرنا بقطعة متلتة تقريبا، وبعد بدي خفف وزن، يعني بعد بدي أبرم هول الحروف وهول الحروف. هلأ هيدي مجموعة على بعضها مثل ما تكون شايفين، كنت مركب هيدا البرغي وهيدا البرغي على سويت بعضهم، بعدين قررت لحظة هيك، بعدين قررت اشطب هيدي الشطوة تقدر شيل معدن بعد زيادة لانه في وزن. فبدي شوف كيف بعد بدي خفف وين وعتمت الدنيا، وهلأ الجيران بيقوموا علي. طيب يا جماعة هلأ اللي عنا ايه صار عنا القطعتين المسكة اليمين والشمال منهم مسقين بالأسيد. بدنا اول شي نبولدهم
ونرجع نسقيهم بالأسيد تتبين النقش تبع الدمشقي. ولكن قبل كل هذا الشيء، طالما المعدن بعده طري بدنا نحفره تنزخرفه. هلا حفر المعدن في له كذا طريقة. اللي عنا إيه أكتر شيء اللي موجود بالقصص التجارية هو راس مثل هيدا يلي هو راس ألماظة، فعليا ما بيحفر مزبوط بالمعدن، أكتر لقصص مثل العظم والبلاستيك بيحفر بالمعدن، ولكن الحفر تبعه منه سريع ولنه دقيق. بيرجع عنا الراس الخشن مثل هيدا، ما بعرف إذا مبين، بركي هلأ بعدين ببين على الكاميرا على القريب. هيدا الراس بيحفر أحسن بالمعادن، ولكن هيدا الراس بيحفر مبروم. هلأ بالراسين يلي فيه الواحد يستعمله بيقدر يحك المعدن فعليا. أنا اللي بدي إياه بدي أحفره تطعمه، يعني أنا بدي أقدر سقط بقلبه شرطان نحاس تنقدر يبين الديزاين. لهيدا السبب نحن اللي عنا إياه هو هيدا الشيء. هيدا هو ازميل حفر معادن على الايد، يعني رح ارسم الديزاين تبعي احفره وارجع له طريقة يرجع ينحفر مرة تانية تيقدر يندق النحاس بقلبه. هلأ بتشوفوا كيف رح ننقل على الملزمة وبفرجيكم كيف رح يكون الشغل. اول مرة هيدي العدة جديدة بعدها واصلة من يومين، تنشوف كيف بدنا نتحايل على الدمشقي ونقدر نطعمه نحاس بالديزاين اللي نحنا بدنا اياه. اللي عندي هي هون هي شقفة دمشقي نفسها يلي كانت موجودة تابعة للمسكة، رح جرب احفرها تشوف كيف هيدا الشي بيصير. بدها تنحفر على بالقليل 3 مراحل، فخلينا نبلش. اللي انا شايفه هذا الشيء زبط وزبط جدا. ف خلينا نبلش نرسم نحفر. بس صوف هيك تكون شو بقى الكاميرا مهم. فمثل ما نكون ما تكون شايفين قصة تزيح النحاس زبط. التطعيم رح يكون على ما أظن شيء جدا لذيذ، ولكن اللي بده يصير هو انه هيدي شقفة دمشقي منا مسقية. اللي بدي أعمله بدي أحفر المسكات، جاهزون سقيهم. لسبب الدمشقي ما بيبين مظبوط الا من بعد ما يتسقى، يعني بدي انجبر سقي من بعد طعم. يعني بحفر بزت بالفرن بسقي بنزل بالزيت بنظف، لانه المشكلة انه محل ما حفرنا هيدا كله رح يعبي كم خيط حديد، فلزق انه جبت مكنة على امل تم يمشي حالها. هلأ بتشوفوها وبنرجع نبلش نسقط بقلب النحاس. يا
جماعة نهار جديد وطلعتكم شايفين لابس شوي على حالي لأنه برد. مهم هول قطع المسكات يلي رح نحطهم نعملهم علاج حرارة. عنا هيدي المكنة يلي بالمبدأ بتشتغل على الزبزبات ما فوق الصوتية لتنظف المجوهرات. رح نجربها. بدي شيل عن مسكاتي الكمخة تبع الزيت وتبع الفرن تنشوف إذا بتزبط. خلينا نجربها يلا. العداد تبعها محطوط على 3 دقايق مثل ما نكون شايفين المي عم تتحرك. ما نعرف شو عم بيصير 100%. خلينا نشوف مثل ما نكون ما بعرف إذا مبينة على الكاميرا ولكن عم نبلش نشوف النقشة تبع الدمشق. خلينا نتركها تخلص من 3 دقايق تبعولا ومنروح مباشرة على التنظيف بورقة الحاف. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا شير لايك وسبسكرايب تكبسوا على الجرس لبس يطلع فيديو جديد تكونوا أول حاضرينه. يعطيكم العافية يا جماعة ونشوفكم بالحلقة الجاية.